مجلس الأمة تحت المجهر، ما مصير الغرفة الثانية للبرلمان في تعديل الدستور؟ هذه المؤسسة التي ظلت دون صلاحية تشريعية، خاصة في ظل ترسانة القوانين التي كانت تنزل إلى البرلمان، وسيما غياب دور هذه الهيئة في الرقابة البرلمانية، ما جعل المجلس يكون في صلب مقترحات تعديل الدستور. فهناك من طلب بإسقاطه نهائياً والاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني، وآخرون طلبوا بإبقائه مع توسيع صلاحياته، لأنه في احتمالين: يا إما يعني أن يتم الاستغناء على هذه الغرفة، وهذا بالنسبة للسلطة التقديرية للجنة، ثم بعد ذلك للمشاورات، لكن الحالة الثانية هي الإبقاء عليه، تمنح لمجلس الأمة صلاحيات أوسع مثل ما هي صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، سواء فيما يتعلق بالمبادرة باقتراح القوانين يعني في مجال التشريع، أو فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. أيضا لابد من إعادة النظر في مسألة تركيبة أعضاء مجلس الأمة. أعضاء مجلس الأمة يرفضون فكرة إسقاط هذه الهيئة التشريعية في الدستور المقبل، ويؤكدون أن الغرفة الثانية في البرلمان تلعب دوراً فعالاً في السلطة التشريعية. هذه المؤسسة يمكنها يعني أن تلعب دورها كما لعبت في زمن ماضي، يعني أن تسد عدة فراغات التي ربما يتصور البعض أن هذا مجلس الأمة قد ربما لا يفي بمتطلبات المواطن الجزائري، ولكن بالعكس يعني حتى نحن كمواطنين، نحن قبل أن نتقلد هذه المناصب مواطنين على مستوى مجلس الأمة، نقلنا عدة انشغالات يعني تخص المواطن الجزائري من هذا المنبر. كل الديمقراطيات في العالم تبنى على مجلسين، وفي قاعدة يعني توازن الحكم يجب أن يكون هناك مجلسين، ولهذا مجلس الأمة أصيل يحافظ يرعى يعني إرادة الشعب من خلال إرادة الرئيس المنتخب ويسهر على تنفيذها. مؤشرات قوية تذهب إلى أن المشرع الجزائري سيضع النقاط على الحروف بخصوص مصير الغرفة العليا كمؤسسة تشريعية، تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة لترسيخ دولة الحق والقانون.